بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات الذين اجتازوا باك 2022، أقدم لكم تصحيح امتحان رياضيات شعبة تسيير واقتصاد الموضوع الأول والتمرين الثالث. انتبهوا مليح. عندك التمرين كما راكم اجتهدوا. أن المتتالية الحسابية المعرفة على أن وأسسها R، حيث U2 زائد U3 زائد U4 يساوي 21، U4 زائد U5 يساوي 20. أولا ألف، بين أن U3 يساوي 7 و R يساوي 2، ثم استنتج قيمة U0. ب، أكتب UN بدلالة N. جيم، احسب بدالة ان المجموع اس ان، حيث اس ان او صفر زيد او ا حتى او ان ناقص واحد. ثانيا، فين المتتالية العددية المعرفة على ان، بي فين يساوي 3 مضروب في 2 اس 2 ان. الف، بين انه من اجل كل عدد طبيعي ان، في ان زيد 1 على في ان يساوي 4، ثم استنتج طبيعة المتتالية فين. با، احسب بدالة ان المجموع اس فتحة ان، حيث اس فتحة ان هو يساوي في صفر زائد في ا زائد حتى في ان ناقص واحد. ثالثا، نضع من كل من اجل نضعه من اجل كل عدد طبيعي ان، دوبل في ان يساوي 2 على 3 في ان. الف، تحقق انه من اجل كل عدد طبيعي او في دوبل في ان يساوي 2 اس او ان. ب، احسب بي ان، حيث بي ان هو دوبل في صفر مضروب في دوبل في واحد مضروب في دوبل في حتى الدوبل في دوبل في ان ناقص واحد. اذا تبعوا مليح. اذا كيف نستخرج؟ عندك العلاقات المطروحة في النص التمرين، الحد العام للمتتالية الحسابية هو U0 UN ذاك، و الـ UN UN ناقص واحد زائد R، R هو الأساس. إذا ننطلق من U3، U3 هي U2 زائد R، نستخرج منها U2 باه نعوضوها لهنا، هي U3 ناقص R. لهنا U4 كذلك هي U3 زائد R. إذا نعوضوا U2 ونعوضوا U4 باه يبقى لنا U3، ها 3 هي اللي تهمنا. U2 هاكم تشوفوا U3 ناقص R، U3 ما يتغيرش، و U3 زائد R هي U4. إذا واش نحصلوا؟ نحصلوا 3 U3، هاي واحدة زوج ثلاثة ناقص R زائد R، دونك تولي تروح تبقى U3 هي 21 على 3 هي 7. كيف نستخرج R؟ عندنا U4 هي 3 زائد R، U5 هي U3 زائد 2 R، لأن الحد هذاك N هي UP زائد N ناقص P R. هذه هي القاعدة. U5 هي UP دونك U3، N ناقص P يعني 5 ناقص 3 R. إذن بعد التعويض نعرف U4 زائد U5 هي 20، هي دونك U4 هي وشني؟ U4 هي 2 U3.
لا يعني لهنا نجمع، لهنا أني نجمعها، هنا أني نجمع، لهنا نجمع، لهنا إي ثلاثة زائد إي ثلاثة هي اثنين إي ثلاثة، إر زائد اثنين إر هي ثلاثة إر، من هنا نعوض ال إي ثلاثة سبعة ونجبد إر نوصل إلى اثنين، إي صفر إي صفر. هي وشني يو صفر، هي عندك عندك يو صفر يو ثلاثة، هي يو صفر زائد ثلاثة ار، يو ثلاثة هي سبعة، يو صفر زائد لنا ستة هي سبعة، إي صفر هي سبعة ناقص ستة يعني واحد، هذه هي إي صفر. إذن لقينا دون، لقينا إي ثلاثة إر اثنين وإي صفر هي واحد. فيما يخص واحد بي يو ان، الحد العام هو يو بي، يو بي يعني الحد المتوسط زائد ان ناقص بي ار، الحد المتوسط لقيناه هو يو ثلاثة زائد ان ناقص ثلاثة مضروب في اثنين، توصلوا يو ان يساوي اثنين ان زائد واحد. واحد جيم اس ان مجموعة هذ الحدود هذه، قداش كاين واحد؟ كاين ان واحد، اللي رانا ان ناقص واحد، كون ما يكونش لهنا يو ان، كون يكون يو ان مثال لهنا تصبح ان زائد واحد. اذا حسب الدرس اس ان هو ان زائد، ما درناش ان زائد واحد لان كاين ان حدود، ان زائد اثنين، ان على اثنين، يو صفر زائد يو ان، يو صفر هي واحد، يو ان هي هنا يو ان زائد واحد، يو ان ناقص واحد، لا يو ان لهنا ان عوضها بان زائد واحد، لهنا ثاني كذلك ان تولي ان ناقص واحد. بعد النشر نتوصلوا الى النتيجة اس ان هو ان مربع. مالا ثانيا فان كما راكم تشوفوا ثلاثة مضروبة في اثنين وسو اثنين ان، اذا حسبنا في ان زائد واحد يعني الدرجة التالية لفي ان هي ان زائد واحد، نعوضوا الان بان زائد واحد، ها هو نشوفوا لهنا لنا ان زائد واحد، ان هلا واش تمدلنا ثلاثة مضروب في اثنين أس أن مضروب في اثنين، هنا اثنين أن زائد واحد. واش نلاحظو؟ نلاحظو اثنين مربع هو ربعة، وهذه ثلاثة مضروب في اثنين أس اثنين أن هي في أن، إذا في ان زائد واحد على في ان هي ربعة. تبعوا المتتالية وشني طبيعة المتتالية هندسية أسسها ربعة، مادام أسسها ربعة و حدها الأول هو زيرو هي ثلاثة، لا هنا في زيرو ان يساوي زيرو ولا ان يساوي زيرو، لا هنا تولي واحد ولا هنا ثلاثة.
V0N ناقص QN على QN، لأن كاين N حدود، الكو هي الأساس ربعة، نعوضها، واحد ناقص ربعة هي ناقص ثلاثة، ثلاثة ناقص ثلاثة هي ناقص واحد، ناقص واحد تولينا بعد ما ضربنا ناقص واحد على واحد ناقص ربع ان تولينا ربع ان ناقص واحد، هذه هي النتيجة. ثلاثة ألف دوبل في ان يساوي اثنين على ثلاثة في ان، دوبل في ان نحوض لنا في ان بالقيمة تاعو، واش هنا نقص ثلاثة تبقى لنا اثنين مضروب في اثنين أس اثنين ان، إذا تولي اثنين أس اثنين ان زائد واحد، معناه اثنين أس أو ان. دبل في ان اذا هي 2 اس او ان. ثالثا ثالث با، ثالث با عندك جدا هذا بي ان دبل في صفر مضروب في دبل في ان مضروب حتى دبل في ان ناقص واحد، نعوضها بالقيمه تاعو كما راكم تشاهدوا، اصبح 2 الاس تاعو او صفر زائد او واحد زائد او اثنين حتى او ان ناقص واحد، وهذا المجموع هذا نعرفوه هو اس ان، واس ان واش لقيناه؟ لقيناه ان مربع، اذا بي ان هي اثنين اس ان مربع، وانتهينا من هذا التمرين، والسلام عليكم.